هنا يعم الهدوء في هذه الفصول، والسبب يعود إلى طريقة تخاطب وتواصل الأطفال فيما بينهم بواسطة إشارة أيديهم، وتعد الأصابع وسيلة النطق الوحيدة، ومع ذلك فإن قدراتهم العقلية لا تختلف عن أي طفل طبيعي. في أطفال مثل الصم العميان ما يختلفوش أبدا عن أي طفل، طفل طبيعي. ثمة حوار محتد بين هؤلاء، فالمار هنا لا يسمع شيئا، وحده الصمت يخيم على المكان، ولا أحد يستطيع فهم لغتهم أو فك شفرتها سوى من يتحدث لغة الإشارة. هذا محمد يعمل نجارا حيث يصنع الدواليب وبعض الأثاث المنزلي، وعدم مقدرته على النطق لم تمثل عقبة ولم تثنه عن إثبات ذاته. هل أنت بما أنك أنت أصم هل كنت تشعر في إحراج بما أنك أصم ما تسمعش الكلام؟ في كان هناك ضعف أو من ناحية أنك أنت أصم؟ كان نعم، هو يحاول شوية، كان شوية، كان أول زعلان في البداية، لكن لما الحين بدأ يفهم في حاجات ما كانش يفهم لأنه كان الكلام صعب. الآن ما شاء الله مع الخبرة أصبح الآن يستطيع أن يقرأ لغة الشفاء، يستطيع أن يتفاهم مع الناس. دوران عجلة الحياة اليومية وضوضاء المدينة لا تترك متسعا للناطقين، فكيف بمن لا يتحدث سوى بالإشارة؟ إذ يبدو من الواضح أنهم يواجهون مشكلات حقيقية يتمثل بعضها بالإهمال والتهميش والبطالة أيضا. هو يتمنى من صندوق المعاقين إن شاء الله يعمل لهم عقود، من بعد بإذن الله يكون في توظيف حكومي. راتب التطوع هو راتب قليل، 10,000 بالشهر. متطلبات فئة الصم لا تختلف عن متطلبات أمثالهم ممن يتمتعون بنطق سليم، ليبقى السؤال الملح، هل تلتفت إليهم الجهات المعنية أم أنهم سيظلون في هامش الاهتمام الرسمي وآخر قائمة المساعدات؟ فئة الصم لا تعيش مشهدا تمثيليا صامتا لدقائق ثم يزدل الستار، إنها حياتهم، فلغتهم وأسلوب تخاطبهم وأحاديثهم الغير مسموعة محصورة بين يمنة ويسرى، وهم بحاجة إلى تقديم الرعاية والاهتمام، فهل تقدم لهم الجهات المعنية ذلك؟ أما أنا فدعوني أودعكم بطريقة أصدقائي الصم.